السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تميم في قناة تميم تميم. اليوم عندنا فيديو جديد واللي هو سورة الكوثر. وقبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدأ. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة.